قلت لك الكلام ده 1000 مرة، مش عايزة تصدقيني ليه؟ أيوه يا حبيبي أيوه، ما دام مروان اتصل بدري قوي كده يبقى أكيد أكيد يمكن يكون اتخانق مع حد من إخواته ولا حاجة، لأن صوته كان واطي قوي. شفت؟ أديك كنت مخبي عليا، ما قلتليش إن كان صوته واطي خالص. تكرهك إيه؟ واطي ولا عالي؟ المهم عايزك تروحي له الساعة 2 في المدرسة. طيب تفتكر يعني يكون ممدوح ومنى متخانقين مع بعض وهو عايز يقول لي؟ جايز. او يعني يمكن ابوهم اكيد نكد عليهم، وانت عارف محمود بقى لما يحوي النكد، والولد كان عايز يقول لي. جايز، هو كل حاجه جايز جايز جايز. خلاص خلاص مفيش جايز، قومي بقى قومي البسي عشان تلحقي المدرسه. أبويا أبويا أبويا، أمي جت يا أبويا، أمي جت تطمن عليك أبويا. ماجد مروان، يلا يلا عاملين ايه؟ ازيكم؟ الحمد لله كويسين. مش انت برضو يا خالته كنت معدي هنا بالصدفه؟ صدفه ايه يا حبيبي؟ انتوا قلقتوني، ايه اللي حصل؟ مفيش حاجة حصلت يا خالتو. الله، مفيش حاجة ازاي ما تتكلم؟ ما تتكلم يا ابو مخ كبير. مش معقول يعني تصحوني الساعة 7 الصبح وفي الآخر لما أجي تقولوا مفيش حاجة. بصراحة بقى يا خالتو أيوة فيه. مروان مفيش داعي تقلق خالتو معانا على الفاضي. لا مش على الفاضي، اسكت أنت. أنا مش هسكت يا خالتو، المسألة كده زادت عن حدها قوي. خلاص يا حبيبي ما تسكتش واحكي لي. مش معقولة يعني سايبة كل أعمالي وجاية لكم وفي الآخر بسمع فوازير. أنا هحكي لك على كل حاجة يا خالتو. أيوه هحكي لها. ما خبيش عليكم، حالة الأستاذ حسان صعبة جدا. الجلطة الدماغية اللي عنده أثرت على مراكز المخ، وبالتالي أثرت على رجله وإيده اليمين والنطق كمان. شلل؟ يعني أبويا ما هيقدر يمشي ولا يتكلم؟ إن شاء الله بالعلاج والمتابعة حالته هتتحسن. ومين عالم؟ يمكن يرجع زي الاول. مفيش حاجه بعيده عن ربنا. ونعمه بالله. في الحالات دي اهم حاجه الحاله النفسيه. ما قلت لك يا امي حالته سيئه جدا. حضرتك تبقى والدته؟ امال ما تشرفتش بحضرتك ليه لما دخل الاستاذ حسام المستشفى؟ اصلها ما كانت تعرف، كانت في رحله مع المدرسه. والدتي مديره مدرسه الطلائع للبنات. اهلا وسهلا. أنا أسمع إن مدرسة طلائع البنات دي أحسن مدرسة في جدة، وكان نفسي أدخل بنتي فيها. عموما أنا اتشرفت بحضرتك يا أستاذة ورد. ويا أهلا وسهلا ببنت حضرتك ورد. يبقى أنت ورد بقى اللي بينادي عليها الأستاذ حسان؟ ما قلت لك يا أمي، صدقتيني؟ أنت عليك عمل كبير قوي يا أستاذة ورد، ما قالش عمل دكتور في علاج الأستاذ حسان. علي أنا؟ كيف؟ كيف دي بقى؟ انا اشرحها لك، وزي ما قلت لك قبل كده ان الحاله النفسيه للمريض دي اهم حاجه في العلاج، وممكن تكون اهم من العلاج والادويه. ممدوح، من ساعه الواد المفعوص ده مداها لحقنه وهي مش على بعضها. ما تيجي يا ماما تتغدى معانا. اتغدى؟ اتغدى ده ايه؟ ما شاء الله عليكم ولا على بالكم ابدا،
ولا كأن في أي حاجة حصلت. قاعدين انتوا الاثنين وعمالين تاكلوا. كل واحد حر في بيته يا فوزية. لا يا عزك مش بيته بقى، ده بيت أختي، أختي اللي طول عمرها شقيانة وتعبانة ولغاية النهاردة شقيانة وتعبانة. آه، وعلى فكرة بقى إحساسي ما طلعش غلط، إحساسي طلع صح، فاهم ولا لأ؟ آه، سي محمود عمل ست سميرة مفتاح لشقة أختي وشاريلها بقى من غير مناسبة موبايل. ده استحصل في بنته يا حبيبي إنه يجيب لها موبايل، وكل ده من فلوس الغلبانة الشقيانة مها أختي. طيب يا محمود، طيب يا محمود، طب يا سميرة استنوا عليا بس. يا ماما ما تسمعيش كلام عيل صغير. أمال اسمع كلام مين يا ممدوح؟ كلامك أنت؟ أخصى عليك يا ممدوح تبقى عارف كل حاجة وما تقولش لماما حبيبتك. أنا؟ طب أنا هعرف منين يعني؟ أخصى عليك يا منى، بقى ما يجيش منك أنت وتيجي من العيلة الصغيرة. يا فوزية الصغيرين دول هم اللي مأولين المسألة زيادة عن اللزوم. الست كل اللي هي عايزاه إنها تقوم بواجبات الجيرة، وبعدين يا اولاد مستغربين الحكايه دي ومش قادرين يفهموها. اه طبعا، امال ايه. سي محمود بقى هو الكبير وهو اللي فاهم، وعشان كده مش مستغرب. هم اشمعنى بقى اشتكوا منها دلوقتي؟ ليه ما اشتكوش منها من زمان؟ لما فضيهم بقى ما استحملوش يعني مامتهم. بقول لك يا ماما، انت مش قلتي لي ان مروان لما حكى لك قال لك ما تقوليش لحد خالص انه حكى لك حاجه؟ ايوه قال لي. طيب ما هو بالشكل ده انت لو رحتي وقلت لمحمود هيزعل الاولاد وينكد عليهم وتبقى انت السبب. يا سلام يا سي عزت، يعني عايزني اقفل بقي واسكت خالص وانسى المهزله دي؟ خلي حضرتك بعيد وانا هتصرف. يا سلام، هتعمل ايه يعني؟ يا حبيبتي هتصرف وخلاص، بس الطريقه ما ناذيش بيها الاولاد، ولو ما عرفتش اتصرفي انت، بس اديني يومين ثلاثه عقبال ما انزل اجازه واقعد اتكلم معاهم. حاضر يا ممدوح، حاضر، هستنى يومين ثلاثه، بس لو انت ما اتصرفتش بقى انا اللي هتصرف. كده بقى عين العقل، وتنتهي المسألة من غير مشاكل ومن غير أي شوشرة. أنت يا ابني مش قلت لك 100 مرة ما تعملش حاجة غير لما تقول لي؟ ليه يا ماجد؟ هو أنا صغير؟ أيوه صغير، وعقلك صغير كمان. بقول لك إيه، أنا ما بحبش حد يشتمني، أنت فاهم؟ أنت عايز تولع البيت حريقة؟ غريبة يعني، أول مرة يبقى لك رأي وما تقولش عندك حق. لان حاسس ان في مصيبه هتحصل بسبب اللي انت عملته. طب وطي صوتك يا اخويا، ده سرحتان ليها ودان. والله انت اللي عايز شد ودانك. ايه مالك سكت ليه؟ ماما، ماما وحشتني قوي. طب ما ماما وحشتني انا كمان. انا عايز ابعت لها اقول لها ان انا مش عايز لعب، مش عايز اي حاجه، عايزها تيجي، عايز اشوفها. مدرس الكيمياء اللي انا باخد عنده درس، ماما كانت بتشرح احسن منه 100 مرة. فيها ايه يعني لو ماما كانت قعدت هنا على الدروس الخصوصية وقعدت جنبنا زي ما كل المدرسين بيعملوا؟ الا ماما، ماما عندها مبادئ بس احنا اللي ما كناش فاهمينها. يا بخت جدو قاعد معاها. انا هبعت لها اقول لها تيجي. اوعى تعمل كده، لحسن ماما تتخض علينا وتفتكر ان احنا حصل لنا حاجة. اكتر من كده يا ماجد، يلا يا ولاد عشان تتغدوا. ايه ده، انتوا لسه ما غيرتوش هدومكم؟ يلا غيروا هدومكم ونقوم نتغدى ونقعد بقى قعدة طويلة مع بعض. انتوا ناسيين النهاردة الخميس ولا ايه؟ اه، ليلة الافراج عن المساجين. بعد الشر عليك يا حبيبي من السجن. النهاردة الخميس هنقعد مع بعض ونسهر سهرة معتبرة فيها كيك ولب وزداني وتورتة كمان. لا 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 يا محمود، انا هتجنن فعلا، اللي بيحصل ده هيجنني. تتجنن لمجرد ان خطيبتك طلبت منك شوية طلبات. طلبات ايه يا محمود؟ ده تغيير جذري. طب بذمتك وعينيك، بذمتك وعينيك يا راجل، اديك شفت شقتي، بالذمه دي شقه ممكن تقال عليها نموذج قديمه، دماء تقيل يا سيدي. الناس اذواق. اذواق ايه يا محمود؟ الله، انا كمان ما عنديش استعداد ان انا اتنازل عن شقه في الموقع ده والمساحه دي لمجرد انها بتقول عليها دمها تقيل. طب ما تحاول تقعد معاها وتراضيها، ها، وحاول تفهمها يعني ان الشقه بشويه ديكورات بسيطه ممكن شكلها يتغير. المصيبه ان امها في صفها لسه ما دخلتش تتفرج على الشقه من جوه ومش عاجباها. انا قلت لك يا محمود، قلت لك انها مدلعه. يا سيدي ما تكبرش المسائل كده، تلاقيها بس سايقه الدلال عليك. اه بمناسبه الدلال، اه لو تشوف سميره وهي ماسكه الموبايل وبتطلب اختها دلال، بتكلمها يوم ويوم، اه فرحانه بالموبايل زي العيال الصغيرين. بس انت برضو ما انتش عايز تاخد تمن. اه
دي اكيد خطيبتك بقى عايزه تصالحك. لا مش نمرتها. الو، ايوه زكي. ايه بجد؟ امتى يا زكي؟ طب الحمد لله، الحمد لله، انا فعلا كنت محتاجها. الحمد لله. مع السلامه يا زكي. مع الف سلامه. خير يا حمدي؟ انا طالع عمره الاسبوع الجاي. يا سلام، الف مبروك. مكتوبه لك يا سيدي. الحمد لله، انا فعلا والله العظيم كنت محتاج الحكايه دي قوي قوي قوي. مش عايزني اروح لمدام مها والاستاذ حسين اسلم لك عليهم؟ يا سيدي هم بيطمنوا علينا كل يوم في التليفون، ما تشغلش نفسك انت، وبعدين انت في بلد وهم في بلد. يا سيدي اسافر لهم، المهم بس يعني اطمنهم عليك. لا انا اهم حاجه عندي ان انت قبل ما تسافر تصالح خطيبتك، عشان لما ترجع بالسلامه بقى نفرح بيك. اللي في الخير يقدم ربنا. بس الحمد لله. الو، اهلا يا فوزيه، ازيك يا حبيبتي؟ ايه ما بتكلمنيش ليه؟ ما انت عارفه يا حبيبتي ما يمنعنيش عنك ابدا غير الشديد القوي. طبعا طبعا يا حبيبتي. ايوه بس انت حتى ما كلمتنيش يا فوزيه، مثلا قلت لي جبتوا له ايه؟ والله كويس وعجبته. يا اختي بقى، يعجبه ولا ما يعجبوش يحمد ربنا. ايه فوزيه مالك؟ اصل الحقيقه بقى الوضع مش عاجبني ابدا. واضح. وضع ايه يعني؟ المفروض ان الراجل هو اللي يتغرب مش الست. هو محمود ذنبه ايه؟ ده صعبان عليا قوي. يا سلام. وصعبان عليك ليه بقى ان شاء الله؟ ما انت عارفه يا حبيبتي الرجاله ما لهمش مراره ولا طول بال على تربيه الاولاد. لا اطمني خالص يا حبيبتي، جارتك قايمه بالواجب وزياده. سميره؟ ايوه سميره. بقولك ايه، انا من رايي بقى تسيب الشغل بره وترجعي، بلا غربه بلا كلام فارغ. جرالك ايه يا فوزيه؟ ده انت كنتي اول واحده بتشجعيني على السفر، ايه اللي حصل دلوقتي؟ يا مها يا حبيبتي ما فيش ست عاقله تسيب جوزها وتسافر، وبعدين كمان ما فيش راجل بيصبر على بعد مراته. غريبه قوي، ما انت بتسيبي عزه جوزك يسافر بالست اشهر وبالسنه كمان. فوزيه انت عايزه تقولي ايه؟ انا مش فاهماكي. مش قصدي يعني، انا قصدك انت صعبانه عليا قوي، وكمان الاولاد. ولادي؟ ايوه الحقيقه الاولاد محتاجينك ولسه صغيرين، ومفيش اي حد ممكن يسد مكانك ابدا. يا حبيبتي يا فوزيه والله انا مقدره انت مش فاضيه، وراكي صحباتك والنادي والندوات. يو مش قصدي، مش قصدي ابدا يا مها. انا ولادي كبروا يا فوزيه ولازم يعتمدوا على نفسهم، ويمكن بعدي عنهم وغربتي تعلمهم حاجات كتير لازم يتعلموها. عن اذنك بقى يا فوزيه عشان اصحي بابا يتغدى، اصل النهارده عامله ايه بقى؟ صينيه مسقعه تستاهل بقك. عارفه يا فوزيه افتكرت مين؟ محمود. بس بيحبها قوي، بيموت فيها. طب يا حبيبتي مع السلامه. المحمود بيموت فيها، ده انت اللي هتموتيني بغبائك ده.
أقف لحظة. مساء الخير، ازيك يا منمن؟ عاملة ايه؟ زي ما توقعت، قلت انتي دايما تعب نفسك معانا كده. ابدا ولا تعب ولا حاجة يا استاذ محمود، دي صينية جلاش لكن ايه، تستاهل بقك. اتعلمي عشان تبقي ست بيت. هما الولاد صاحيين ولا نايمين عشان ياكلوا معانا؟ لا ناموا. ده ايه، هو في حد بينام دلوقتي؟ انا هدخل اجيب السي دي عشان افرج سمير على الصور، وانا هخش المطبخ اجيب شوية اطباق وسناكين عشان ناكل مع بعض الجلاش. ماشي. يلا يا منمن تعالي، يلا ورايا على المطبخ. ده انا، معقوله؟ وعمو حمدي اهو. ايوه. امال فين الصوره اللي احنا خدناها كلنا مع بعض؟ كان في صوره واحنا جنب التورته. انت حتى في الصور طفص. تليفون بيرن بيرن. الو الو. ايوه يا دلال، ازيك؟ عامله ايه؟ انا الحمد لله كويسه. مش هتنزلي بقى يا دلال عشان اشوفك؟ شريف وحشني قوي. العقروض كبر ما شاء الله، بيصل عليا. طيب يا دلال، انا فين؟ انا عند ناس صحابي. ايوه بتصلي بقى، انا جبت الموبايل خلاص. مع السلامه يا دلال. مع السلامه. ازاي اختك يا سمير؟ الحمد لله كويسه. ايه هو الصور خلصت ولا ايه؟ على فكره احنا ممكن نطبع الصور دي عند مصوراتي. بجد هو ينفع؟ طبعا ينفع. ده حتى الاستاذ حمدي كان عايز يطبعهم بس قال يستاذنك الاول. طبعا موافقه، وانا طول يبقى لي صور معاكم. جرى يا منى، لا اسكت الله ولك حصه. مالك ما بتتكلميش ليه؟ اصل يا بابا تعبانه من الصبح، عندي محاضرات كانت كتير وعايزه انام. تنامي تنامي ده ايه؟ طب بصوا بقى المفاجاه دي، الشريط ده عليه ايه؟ عليه عزف على العود وتسجيل نادر. نادر نادر مين؟ يلا يا استاذ محمود، هات لنا بقى الكاسيت عشان نحط الشريط فيه ونسمعه. الكاسيت بره، انا اروح اظبطه. ماشي. وانا هنام اسمعه فين. وانا كمان كان عندي قصه كنت عايزه اخلصها. قصه؟ انا بقى اذا كان ممكن اقعد على الكمبيوتر في يوم تاني، انا ممكن اقعد انا وانتي نسمعه مع بعض. طيب ماشي، اسمعه انا والاستاذ محمود. ده الشريط ده عليه ليلى مراد صح؟ ايوه انا سجلتها من اذاعه اسم حبيبي ترارارارارا يا سبب تعذيبي ترارارارارا والاسم حبيبي سنتين اتحمل سنه واتنين والوحده عذاب وهوان اتحمل سنه واتنين والوحده عذاب وهوان فين حبك وشوقك فين فين عطفك علي يا زمان فين عطفك علي زمان يا سبب تعذيبي ترارارارارا
طيب الحمد لله الحمد لله. صباح الخير. صباح النور يا امي. ده اكل انا طابخته لك بيدي. تسلم يدك يا امي. ليه التعب؟ تعب ايه يا ولد؟ على فكره امك طباخه ممتازه. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف حالك انت؟ طيب طيب الحمد لله الحمد لله. صباح الخير. صباح النور يا دكتور. ما شاء الله ما شاء الله، انا شايف تحسن ملحوظ، واضح ان في دكاتره اشطر مني. صحيح صحيح يا دكتور. ابويا احسن ان شاء الله، قريب يخرج من المستشفى. دكتور صحيح حالته تحسنت؟ محتاج لمرحله طويله من العلاج النفسي والطبيعي، وده ممكن يتم بره المستشفى. ورد ورد ورد. انا مش قلت في دكاتره تانيين اشطر مني؟ شكرا يا دكتور. سلام. ايوه يا حبيبي. الحمد لله. ما حدش رد عليكي؟ ابدا، الجرس بيضرب ما حدش بيرد. غريبه، معاكي نمره الموبايل بتاعها؟ انا اللي قلقني يا بابا انها من ساعه ما خرجت من المدرسه مع الشاب اللي ليلى قالت لي عليه ما رجعتش المدرسه ولا حتى اتصلت بالاداره خالص. ضروري اكيد سايبه نمره الموبايل بتاعها في اداره المدرسه. معرفش، بس في المدرسه بيقولوا انهم اتصلوا بيها كذا مره ما حدش بيرد. يمكن الشاب ده اللي كان معاها يكون قريبها واخدها وراحت عندهم في بيتهم. احتمال يا بابا، بس برضه ده ما يمنعش انها تطمنهم في المدرسه. عموما بكره ان شاء الله بعد الدراسه هعدي اطمن عليها او اسال عليها حد من جيرانها ولو انها عامله زي حالاتي. ما بتحبش حد يعرف عنها اي حاجه، انما هو ممكن يكون حد شافها طالعه نازله يطمن عليها. واجب برضه يا بنتي، ان شاء الله كل خير. ومين عارف يمكن تلاقي لك هنا واحده زي سميره تعرفي منها كل الاخبار. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو انت لسه ما روحتيش لحد دلوقتي كليتك؟ اصل انا محاضرات الصبح اتلغت وعندي سكشن الساعه 2. طب كويس قوي عشان تيجي معايا وتساعديني في حشو الكرومبايا دي. كرومب؟ ايوه، اصل الاستاذ محمود امبارح قال لي ارجوك يا سميره ارجوك يا سميره نفسي اكل محشي كرومب. بابا؟ وانت عارفه يا استاذ محمود غالي عندي. والكليه؟ انت مش بتقولي عندك محاضرات الساعه 2؟ يعني قدامك 3 ساعات. ما يا دوبك عقبال ما البس واحط مكياج. وانت هتلبسي وتحطي مكياج في 3 ساعات ليه؟ عروسه بتتزوق؟ يلا 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 قدامي. بقول لك ايه، من هنا ورايح عايزاكي تعودي نفسك انك تقفي معايا ساعه في المطبخ تتعلمي الطبيخ، ما ينفعش وضعك ده ابدا. وده من امتى بقى ان شاء الله؟ من النهارده يا حبيبتي، من النهارده هتتعلمي الطبيخ، واول درس هتاخديه درس المحشي. يلا قدامي على المطبخ. شكرا يا ام محمد. ايه مالك؟ في حاجه تعباكي؟ يكفيك الشر، ساعت الصبح لقيت سكاكين بتقطع في بطني مش قادره اخد حاجه ولا حتى بق ميه. وما رحتيش كشفتي ليه؟ اول ما جيت رحت للدكتوره بتاعه المدرسه وقالت لازم تعملي اشعه. طب خلاص انا هاخد لك اذن وروح المستشفى واعملي الاشعه وريحي يومين في البيت كمان. ايه اللي هيريح قلبك يا ست ليلى؟ بس اصل ايه صحتك بالدنيا يا ام محمد؟ ما انا خايفه الست النظره ما ترضاش. اذا كان على قبله ورد ما تقلقيش، انا هقول لها ولو اني متاكده هي لو عرفت هتقول لك نفس الكلام
ويمكن كمان تديكي اجازه اكتر، تقول لك انا مبسوطه منك مش عايزه اشوف وشك تاني. ايه يا ريح قلبك يا ست الهجره، انت زي العسل. يلا يا بكاشه خدي دول خليهم معاكي يمكن تحتاجي لهم، وبيطمنيني عليك. اللي يكفيكي شر المرض وتفضلي رايقه كده على طول. قصدك ايه يا ام محمد؟ يعني ساعات كده بحس يعني انك مش طايقه حد يتكلم وشايله الدنيا كلها فوق دماغك، ولا حتى ام محمد. طب خليكي في نفسك انتي وفي معدتك، وانا هروح لقبلة ورد عشان استاذن لك منها. يلا الله يخليكي. السكاكين قال معده دي ولا مذبح؟ اتفضل حبيبي. والله ماني قادر يا امي. عشان خاطري تاكلها. انا بحياتي ما اكلت بهذه الطريقه، وبحياتي ما دقت اطعم من هذا الاكل. صنع ايديا وحياه عليا. انت عارف يا حبيبي من كتر فرحتي بيك اليوم اديت لكل الشغالين اجازه وسويت كل شيء بنفسي من اول تنظيف البيت لغايه الطبيخ، كله عشان خاطرك. تسلم يدك وعينيك يا امي، وربنا يخليك ليا. ويخليك ليا يا اجمل شيء في عمري. صحيح صحيح. مبسوطه يا امي اني رجعت؟ طبعا يا حبيبي، كيف ما انبسط، انا حاسه ان روحي رجعت لي. يا سلام، لو كنت اعرف انك هتقابليني هذه المقابله ما كنت اتردد لحظه واحده اني اجي واشوفك. ايوه يا امي، ابويا كان دايما يقول لي سافر لامك، روح شوفها. بس أنا كنت خايف. خايف؟ أيوة خايف. خايف لك قابليني بقسوة وتاخديني بذنب أبويا. معقولة يا ولدي؟ هي دي الحقيقة يا أمي. أبويا عمره ما انساكي، وكان دايما يأكد لي إن قلبك ما في أطيب منه. صدقيني يا أمي، أبويا عمره ما انساكي. أيوة واضح. إن كان قصدك على جوازه فهذا كان انتقام من ربنا ليكي وفي صالحك مو ضدك. كيف؟ تفضل يا حبيبي. تسلم يدك. من يوم ما وعيت على الدنيا وبديت أفهم، وهما فجار وإنجار وعمرهم ما اتفقوا على شيء. أبوك ما قدر قيمتي. كانت دايما بتفكروا بإنها سابت شغلها وأهلها وكمان سافرت معاه وبتربيه لابنه. ليش هي ما خلفت من أبوك طيب؟ عملت المستحيل، لكن ربنا ما أراد. كانت دايما تشعر أبويا إن تربيتها ليه تضحية وإنه ما مقدر هذه التضحية، لكن أبويا عرف إن تقدير التضحية لازم يكون تقدير مادي. لا، وإيش سوى زينة الرجال؟ كتب لها فلوس كتير باسمها في البنك. لا، برافو عليه. أبوي لما عرف إني نجحت وهدخل الهندسة فرح، وقرر إنه يكافئني ويقدم لي هدية. هذا أقل واجب. أبويا قال إننا نسافر أسبانيا في رحلة، لكنها ما وافقت. قالت والشرر في عيونها، وفر فلوسك اللي هتصرفها في السفر وسدد ديونك. ديونه؟ أبويا خسر مبلغ كبير في البورصة وكان عليه قرض من البنك. أصحابه دفعوا له القرض وقالوا له سدد براحتك. وليش؟ ليش هي ما تعطي لأبوك الفلوس؟ أنا قلت كده برضو، قامت زعلت مني. وليش زعلت منك؟ قالت لي أنت ما طمرت فيك التربية وضربتني كف. الله يقطع يدها. لكن أبويا ما سكت واتخانق معاها وطلبت منه الطلاق وطلقها. لكن بعدها تعب وما تحمل، ولما لقيت حالته ساءت قلت أرجع بيه من أهله. وده أحسن شيء سويته يا حبيبي، أهله وبلده أولابه. أمي، أبويا لما يخرج من المستشفى فين راح يقعد؟ خليكي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه، أبلة ورد موجودة؟ أيوة موجودة. أهلا أهلا يا مها. أهلا بيكي.
قلقت عليكي قوي وقلت لك اطمن. لا اطمن يا حبيبتي، احب اعرفك على احسن مدرسه عندي في المدرسه قبل مها، واحب اعرفك على حبيب عمري ابن زياد. بص بقى يا ستي، الكرنب تقطعيه مربعات كلها قد بعضها، شايفه؟ يا مربعات يا مثلثات، عشان لما نلف يبقى كله مقاس واحد. هاتي الفوطه، وما تسقطيش الكرنب الا الميه لما تغلي تبقى نار، وتسقطي وتطلعي على طول احسن يتهري منك. ايه ده، مين اللي جالنا ده؟ طيب لا 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 لا، ركزي انت، قطعي الطماطم دي حتت صغيره، وكمان البقدونس حتت صغيره. اهلا اهلا استاذ ممدوح. اهلا اهلا سميرة هانم، اهلا وسهلا. امال منى والولاد فين؟ موجودين. ازيك يا منى؟ ازيك، عامل ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. تشرب حاجه؟ لا لا لا، متشكر متشكر. لا لا، لازم تشرب حاجه، ما يصحش تقف على الباب كده. كتر خيرك بجد، متشكر متشكر جدا. بقول لك ايه، هو انت معاك العربيه؟ طبعا. عايز حاجه؟ كنت عايزاك توصلني بس الجامعه، بس هغير هدومي بسرعه بقى. يا ريت. ماشي طيب ماشي. اختي حضرتك مش عايز تشرب حاجه؟ لا 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 خالص. طب ما ينفعش تقف على الباب؟ معلش بقى، عشان يعني منى تيجي وننزل. لا اتفضل، ما يصحش، ده البيت بيتك، اتفضل. حاجه ساقعه بسرعه كده. اتفضل اتفضل، مع السلامه. اتفضل، انا وسهلا. اتفضل. ما شاء الله، المقاسات مظبوطه بالمزوره، مسطره. ادخل. ما يصحش يا منى، ما يصحش. ايه يا ابله، ممدوح مش محتاج واجبات الضيافه دي. لا لا، بقول لك ايه، ما ينفعش يجي البيت كده الصبح وباباكي مش موجود. نعم. وما يصحش كمان تنزلي تركبي معاه العربيه لوحدك. ايه ده؟ عن اذنك يا ابله، عن اذنك يا بنتي، انا خايفه عليكي، كلام الناس ما بيرحمش. هي مالها عامله كده ليه؟ امال بقى لو كملت حشو الكرنبايه كانت هتعمل فيا ايه؟ اللي جاي ورا ده بقى. يا سلام يا بابا، لو تشوف أبلة ورد، الدنيا دي في حالها مش زي عامل فرح. طبعا يا بنتي، رضانا غالي، مش ابنها بقالها 15 سنة ما شافتوش. ربنا ما يحرم حد من ولاده يا رب. يا رب يا بنتي، يا رب. ولادي وحشوني قوي يا بابا. ده ممدوح. أيوة ممدوح. أنا منى يا ماما. أيوة يا منى، انت بتتكلمي من موبايل ممدوح ليه؟ انتوا في الشارع ولا ايه؟ اصل يا ماما ممدوح بيوصلني في الكليه. ايوه احنا في الشارع، فقلت يعني اكلمك اطمن عليكي، انت وحشتيني قوي. بيوصلك الكليه ليه يا حبيبتي؟ هو انت صغيره ولا صغيره؟ ما يصحش كده يا منى. ماما انت وحشتيني، انا عايزه اقول لك. ما تقوليش ولا نص كلمه، اديني ممدوح. يا ماما اسمعيني. حاضر حاضر. هاتي هاتي. الو، ايوه خالته. بقولك ايه يا ممدوح، النظام اللي كان ماشي وانا موجوده في مصر يمشي برضه وانا مسافره، انت فاهم اللي انا بقولك عليه؟ لا يا حبيبي، ما تقوليش صدفه ولا مش صدفه، فاهم؟ حاضر 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 يا خالته، مع السلامه. قال ايه؟ قال قابلها بالصدفه. طيب يا منى استني عليا. هي كانت عايزه ايه؟ هي مين؟ هي مين دي؟ منى بنتك. يعني هتكون عايزه ايه يا بابا؟ الله، ما سالتهاش ليه؟ وانا اسالها واقعد يكون حد من العيال تعبان ولا محمود حصل له حاجه؟ اوه، يعني لازم حد يكون تعبان ولا حد يكون حصل له حاجه؟ كنت مستني حد؟ لا، افتح اشوف مين. اهلا وسهلا يا فندم. نزل السيده مع حسين عبد السلام. ايوه هي. لا، طب البريد مستعجل. شكرا يا، مع السلامه. ايه يا بابا، جوده من مين؟ ده من مروان. والله كبرت يا مروان وبقيت بتكتب جوابات. يا بابا
انا عاوز اعرف ايه اللي غيرك كده من ناحيه سمير. ابدا، هي بس كل الحكايه انها بدات تتدخل في اللي ملهاش فيه. ايه اللي ملهاش فيه؟ وايه اللي يخليك متحامله عليها بالشكل ده؟ متحامله؟ مش للدرجه دي يعني. هي بس لو تعمل حاجه البيت من غير ما تتدخل في اللي ملهاش فيه يكون احسن. حصل ايه؟ ما تحكي فيه ايه؟ اي حاجه سواء تخص اخواتي او بابا. عمي محمود؟ ايوه. تقدر تقولي ليه؟ وهي بتاع ايه اساسا تجيب له عود في عيد ميلاده؟ هو احنا فين هنا؟ فريد الاطرش وفات الحمامه؟ انا مش فاهمه. هي سميه اشترت لعمي محمود عود؟ ايوه، وانا ما رضيتش اقول الكلام ده قدامكم عشان ما احرجهاش. ويا ترى في ايه تاني مخبيه عشان ما تحرجهاش؟ قصدك ايه يعني؟ قصدي الكلام ده انا قلته قبل كده وانت ما صدقتنيش، قعدت تقولي يا اصل سميره دي حنينه طيبه قوي، اهو صحيح. ما تحكمش على البني ادم غير لما تعرفه. شقلبها تقلبها قرار ما تخافش البال.